كم واحد 1000 واحد دلوقتي النهارده بيشتغل في العاصمه الاداريه الجديده؟ كم 1000 واحد هيتم تعيينهم في المشاريع اللي بتتكلم على 4000 حوض، يعني محتاجه حوالي 8000 فرصه عمل من النهارده. صح. فده في حد ذاته يقول لك انه ما تستناش سنه واثنين وثلاثه، ده من دلوقتي لو عايز تشتغل عندك الفرصه. ما ده اللي بيخليني اقول انه الانجازات بالفعل يعني مردودها اللي احنا شايفينه ايجابيا بدا يظهر، مش هستنى سنوات اللي جايه عشان اشوف المردود ياتي، لكن منذ الان فصاعدا اعتقد انجازات موجوده. لكن الشيء اللي انت ذكرته فيما يتعلق بثقافه العمل، اي نهضه في الدنيا لا تتم الا بالعمل، اي تنميه، اي حضاره لا تبنى الا بالعمل. اعتقد ان العمل شيء مهم في النهايه. كل كتابنا ومفكرينا كلهم كانوا بيتكلموا على فلسفه العمل بشكل عام. صحيح. اعتقد ان دوله زي طب نغيرها ازاي يا دكتور؟ يعني هنا للاسف خلاص اترسخت جوانا زي ما قلنا من الخمسينات والستينات، لانه الفكر كان غير والوقت كان غير والعصر كان غير وعدد السكان كان غير، كل حاجه كانت مختلفه. فالمواطن المصري اتربى على فكره انت ما عليكش حاجه خالص، انا هعلمك وانا اللي هعالجك لو عييت، وانا اللي هجوزك، وانا اللي هجيب لك الشقه عشان تتجوز، وانا اللي مش عارف هعمل كذا. فكانه بيقول لك انت ما بتعملش حاجه خالص وسيبك كل حاجه عليا. ودلوقتي مفيش حكومه تقدر تعمل ده، يعني فخلاص التربيه دي لازم تتغير والثقافه لازم تتغير. فكره الابوه في الاداره بشكل أيوة. عام انتهت تماما. في حاجه اسمها اب يعمل كل حاجه من ا حتى زد او من الف حتى ياء. انا اعتقد بشكل او باخر المواطن مطلوب منه يشارك بشكل او باخر. عارف يا دكتور انا كنت بسميها دايما ان الحكومه كانت حطانه طول الوقت طول الوقت في حضانه. عارف حضانه انت انا مراعيك وكنت عامل لك الدعم عشان مش عارف ايه وعامل لك الكذا عشان طب وانا بقى مخلوق عشان افضل طول الوقت حضانه؟ الظروف انتهت واختلفت تماما. واعتقد ان المطلوب منا انه اي مواطن يكون زي ما اوضحت يكون حاكم ومحكوم في نفس الوقت، يعني ان يكف عن حكايه الحضانه دي او ينتظر يعني الفكره الابويه هيعلمه. الفكر الابوي الموجود ده انتهى تماما. واعتقد ان ذات الوقت يعني بدا الناس تعرف الحكايه دي بدليل ان في عدد كبير جدا من الشباب بيسافروا مجرد ما تخرج من الجامعه لو في فرصه عمل او ما فيش يبقى يروح المدينه الاداريه. لا هو الغريب وحسب على كلام الاستاذ سامي ملاحظته، بس الغريب هنا كمان حاجه برضو من العجائب في الشباب المصري، انه يرفض انه يبتدي يشتغل هنا شغلانه صغير في مصر. يقول لك مثلا انا خريج هندسه او خريج حقوق او خريج كذا، طبعا حقه انه يشتغل بالتخصص بتاعه، بس طالما الاوضاع صعبه مفيش مشكله ان نبدا شغلانه بسيطه لحد ما ارتقي فيها واكبر. يقول لك لا انا اشتغل شغلتي لا، ولو جات له فرصه يسافر بره يشتغل ادنى حتى من الشغلانه هنا. يقول لك انا اغسل اطباق ولا بيع جرايد فمش عارف يا ابن الحلال. هو يعني الاهانه بره احسن من التعب هنا؟